ايه رأي حضرتك في ايفنت النهارده؟ لا الايفنت كان حلو جدا. انا كواحده كمان من بره الفيلد بتاع المحاماه عموما، لا حسيت ان انا استفدت حاجات كتير، عرفت حاجات كتير عن الفيلد ده انا ما كنتش عارفاها. في بوتنشلز حلوه جدا مستنيه بس ان حد يوريها تعمل ايه وتشتغل على نفسها ازاي، فانا شايفه ان حاجه زي كده مهمه جدا جدا، وبجد انبسطت ان انا كنت جزء من الايفنت ده. كان ايه مساهمه حضرتك في الموضوعات اللي اتكلمتوا فيها النهارده في الايفنت؟ كان لي الشرف النهارده ان انا ادير جلسه انترفيو مع دكتور محمد خضير رئيس الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره. هو بصراحه كان يعني انسان انا شخصيا اتعلمت منه كتير في الانترفيو ده، وكان دوري ان انا بس اوري الشباب ان عموما اي طريق هم هيختاروه مش هيبقى يعني طريق بينك بقى وعادي والمفروض انه مفروش، لا هيبقى كله صعوبات وكله تحديات. فدي كانت الجلسه اللي انا بدرها في الايفنت. يعني ايه اللي حضرتك حابه تشوفيه في ايفنت على المنصه المره الجايه؟ ممكن بعد كده يبقى في السكيل بتاعه يبقى اكبر، يبقى عدد اكتر من الشباب يبقى عندهم فرصه ان هم يحضروا، عدد اكتر من السبيكرز والناس المتخصصه في المجال ده يعني تشارك فيه وتدي خبرتها، ويدوا فرص للناس اكتر على انها تتدرب. وطبعا انا شايف ان دي حاجه هتخلي الناس اصلا تحب الفيلد بتاعه وتدي فيه اكتر. وبالتوفيق ان شاء الله ودايما من نجاح لنجاح.